يكفيني في الطائي يعني وجود على الاقل عبد الله الدعيع ومحمد الدعيع. انا بالنسبه لي لو يزعلون ذا الاثنين انا بصير مستاء من في الداخل. الطائي مع احترامي لقيمه عبد الله إيه في الطائي رجال بعد يعني ترى إيه انت تتكلم على النجوم حببوهم. انا اتكلم على رايي كلهم والله مع يعني هؤلاء النجوم الكبار وشخصيتين عزيزه على قلبي اصلا ما ابغاهم يزعلون. وانا خاف الحين انا قلت لهم فقاعه والله يا ابو عبد العزيز يا ابو عبد العزيز والله انا كلمني نائب الرئيس يوم الكلام يجيب الكلام ها كلمني نائب الرئيس عتبان عليك اي والله انا يا جنون بتويتر والله انا مكلمني شوف انا والله ما هذا هو نائب رئيس الهيئه الرياضيه ما يعرف الطائي من يقول عنها الكلام هذا طيب. لا, لا لا انا اقولها لك انا اقول لك والله شوف انا شوف والله وانا ان شاء الله اني صادق نائب الرئيس كلمني انا شخصيا ها وقال ان عبد الرحمن قال العباره هذه انا ما ابغى ارددها ها فهم عتبانين عليك وانت الان اعتذرت طبعا انا الان وانا عاد شف انا ما دام اني حطوني في النص ها انا والله بوقف احتراما للطائي ورجال انا اوقف معك انا اوقف معك كلهم كلهم كان يقدر ارد عليك كلهم احترم يا جماعه والله احتراما هذا الياط والله يا ابو عبد العزيز والله الجماعه والله انا ناسي والله الموضوع ما ذكرته ولا معلش حتى كلمة هياط ما هي حلوة معلش طيب. والله يستاهلون رجال انا ما اختصرها في ابناء الدعية انا ما اختصرها في ابناء انا اقول رجالهم كلهم جمهور لاعبين سابقين لاعبين حاليين اعضاء مجلس اداره كلهم انا واقف امام لهم يا ابن حيي وين ريموت ذا بس لا تجيب طاري الرائد والبيت انا ما معطيك توقع اذا الرجل في حل انا ما قال لا ما انا معطيك شيء خلاص قضيت ابني انا ما معطيك الوجه اللي تقول لي مو بياض اليوم انا مع الجهه اليسار هذه ما في اي غيابات اذا بيعطيني الامان اعطيته هنتي خلاص يا شباب فهد يا